استدى فم ويحلى الكلام ويحلى الكلام. اهلا وسهلا مرحبا بكم اعزائي المستمعين على موجات راديو استدى فم ومع راديو استدى فم يحلى الكلام. معكم نوال من قدام الميكرو صالح في الكونسول. كما عودناكم كل نهار خميس من توا حتى الاربعاء في برنامجنا السياسه والسياحه. اليوم باش نحكيو على الضرب اللي داري للمعلمين، الاسباب والتتعيد. هل لهذه الدرجه وصل مع الاضراب الى انه لا وجود للتوافق بين وزاره التربيه والنقابه العامه الاساسيه للمعلمين؟ كل هذه يعني الاسئله الكل باش نحكيو فيها اليوم. ونرحب مع تنجموا سامحوني تنجموا تسمعونا على سيت ويب www.radiostad.net. كما تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك راديو ستاد، وإلا تدخلوا معنا على رقم الهاتف مباشرة 73-222-599 وإلا 53-599-233. نرحب بضيوفي الحاضرين معنا اليوم ونشكرهم على تلبية الدعوة. معنا السيد رؤوف بن عون معلم بمدرسة ابتدائية، رحبوا بك سي رؤوف. فيك. كما معنا زيدا سي هشام العامري متفقد المدارس الابتدائية، يشكرك الله فيك. معنا زيدا مرحبا بك سي سالم غنام معلم بمدرسة ابتدائية وعضو النقابة الأساسية بحاليا، بارك الله فيك. اليوم أعزائي المستمعين كما قلت لكم باش نشوفوا الأسباب هذه كل علاش وصلنا اليوم يعني تهديد من المعلمين والإضرار هذية، وشنية الحلول وشنية الأسباب إنه وصلوا. كما نتوقع باش نسألكم لماذا وقع إقرار هذا الإضرار الإداري وما هي العوامل التي دفعت نحو هذا القرار؟ فضل سي سامي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية شكرا على هذه الإصراف. مرحبا بك. عايشك. السؤال يمكن الإجابة عليه ببساطة، لكن تلك البساطة تخفي وراء العديد والعديد من الأشياء. لماذا وقع إقرار هذا الإضراب الإداري؟ بكل بساطة لأن الوزارة أو سلطة الإشراف لم تتفاعل إيجابيا مع مطالب المعلمين. واحد. اثنين، أن هذا الإضراب الإداري لم يكن ابن البارحة، وإنما هو مبرمج منذ أكثر من 3 أشهر. إذن لذلك انعقدت الهيئة الإدارية القطاعية وتم إقرار الإضراب بيوم. تلك هي المرحلة الأولى، ثم نتوجه إلى سلطة الإشراف علنا نريد حلولا، لكن لا حياة لمن تنادي. ثم وقع المرور في الإضراب بيومين، وكالعادة نتوجه إلى سلطة الإشراف قصد إيجاد حلول وتجاوز هذه الإشكالية، لكن كالعادة ما ثماش مقترحات جدية أطرحها رقابة العامة أو هيكلنا أنها ترتقي إلى مطالب المعلمين. لذلك لقينا رواحنا مجبورين مضطرين إلى الدخول في إضراب إداري الذي لا يمس من قريب ولا من بعيد أبناء أكلامنا أو الأولياء، وسنبين ذلك تبعا. واضح. سي سالم، ما تراش إنه شنو هو موقف وزارة التربية إزاي مطالب النقابة العامة للتعليم الأساسي؟ ويعني نعتبره يمكن يعني هذه المطالب مشحفة ربما، ولو كان قلنا شنو هي المطالب نتاعكم بالضبط؟ والله هذا ما يروج له في وسائل الإعلام أن هي مطالب مجحفة، لكن تعودنا على مثل هذا الكلام في كل محطة إدارية. كل ما أقرت الهيئة الإدارية، ويزني نقول ما هيش النقابة العامة، لأن النقابة العامة ليست هي التي تتخذ قرار الإضراب، وإنما هي الهيئة الإدارية الممثلة في الكتاب العامون ل24 جهة. إذن الكلام هذا يتعودناه في كل محطة أني مطالب مجحفة مطالب مجحفة، ثم في الأخير ننسو إلى اتفاقية. مطالبنا ليست مجحفة، وإنما جرت العادة على أنه إثر انعقاد مؤتمر للنقابة العامة ينبثق على هذا المؤتمر اللوائح. من بين هذه اللوائح اللائحة المهنية اللي فيها مطالب المعلمين، وطبعا اللائحة المهنية فيها العديد والعديد من المطالب. في الاخر يقع غبيب مطالب عندهم اولويه ملحه. انت اين هالعشره مطالب
مطالبنا موجودة على مكتب الوزير منذ إجواء السنة الفارغة. وتو شوفوهم كيفاش هالمطالب وجهة. سي سلم قدامي المطالب. سأذكرك المطالب. يعني نشوفوا لهنا منحة مشاقة المهنة، خريجي المعاهد العليا لتكوين المعلمين، توحيد إطار التدريس، وتسمية وضعية المعلمين الأول حاملي بكالوريا زائد خلينا سامحوني نقولوا باكو بليس معناتها لهنا يعني تخفيض ساعات التدريس الفصل 35 من القانون التوجيهي واحتساب سنوات التقاعد التعاقد في التقاعد والمساعدون البيداغوجيون واصدار الامر المتعلق بمنحة الضيف. والله تفصلنا المطالب هذه يعني سامحني لهنا قاعده الناس تتسائل كي تجي تقول مثلا منحة مشقة المهنة ما هي هذه المشقة او يعني فلتفصلنا اكثر يعني. سافسر اكثر ثم في كل مطلب ساطرح سؤال يمكن ان يكون سؤال موجه اليك يمكن ان يكون موجه الى السادة المستمعين. نبدا بمنحة المشقة. واحد، التعليم وطنيا وعالميا مصنف ضمن المهن الشاقة. اثنين، وزارة إشرافي. سامحني لهنا سي سلم يعني انتم على منحة المشقة معناتها تحبوا تمكين كافة مدرسي التعليم الأساسي من منحة مشقة مشقة مهنة تقدروا ب 180 دينار شهريا تصرفوا من بداية جان في 2015 وبإذن رجع يبدأ في سبتمبر 2014 يعني. إذن قلنا أنه المطلب الأول في الله هي منحة المشقة. ذكرنا بأن التعليم وطنيا وعالميا مصنف ضمن المهن الشاقة. إذن أخي نقول نحبوا منحة مشقة يظهر لي ماهوش غريب وماهوش جديد. تقع المعلم أو الأستاذ. السادة المستمعين جاوبوا. فما فرق بين المعلم والأستاذ يعني؟ أيهما أكثر مشقة؟ لكن جاوبنا أنت ما يعني لأنك أنا عندما أسأل واضح إجابتي عين أختي أنا أكون متمسك بالمطلب متاعي فإن المعلم أكثر مشقة. ونقولها دون خجل زاد. صحة وفرحة لزملائنا في الثانوي لكن حتى الثانوي هو نفسه يقر بأن التعليم الأساسي أو المعلم أكثر مشقة منه. فيما يخص 180 أن النقابة العامة طلبت 180 دينار. إذا كان يحب سلطة الإشراف هي التي تكتب لنا مطالبنا. فقط 10 نقابة. هذا هو مطلبنا. نترقب رد الوزارة الرد العملي. ثم على غرار الرد العملي للوزارة نتفاعل معه إيجابيا حتى نصل إلى النقطة الوسطى. إلى حد الآن ماذا تقول الوزارة؟ تقول ندخل في مفاوضات في قيمتها وكيفية صرفها على أن يكون في التنفيذ في جانفي 2015. ألا ترين أن هذه فقرة إنشائية؟ أين الجانب العملي في مقترح الوزارة؟ يا أخوي أنا قلت لك 180 دينار أنت مش تقول 10,000 ثم تفاوضوا. سنصل إلى نقطة وسطى. تقول لي الجانب الثاني هل الوقت مناسبا؟ اقترح أنت وقتا للتفعيل وسط الطرف النقابي هل هو وطني أم لا؟ ثم يفعلنا في الإعلام ويقول نعم مطلب واجيهم وأتفهمه. إذن ما زالت الخطوة التي تليها كما أن نقابتنا العامة اقترحت مبلغا عمليا أنت تقترح مبلغ عملي وراح تتفاوضوا نوصل حول الله نوصل نقطة وسط. يعني هنا سمحني نفهم من كلامك انك تقول ان الوزارة ما باش تتفاوض معاكم وانما يعني قالت كلام وما حققتش بالوعود نتاعها. الوزارة قالت في البداية هذا مطلب الباب فيه مغلق. طيب المرحلة الثانية قالت اني اتفهم المطلب وماذا تقول وانهاء التفاوض في قيمتها وكيفية صرفها قبل موفى أوت 2014 على أن يبدأ التنفيذ في شهر 2015. هل ثمة مقترح عملي؟ لا، مجرد كلام لا يوجد مقترح عملي. إذا كانت قبل أن تعدل للمطلب الثاني هو خريجي
المعاهد العليا لتكوين المعلمين. ما هو مطلب نقابتنا العامة أو 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 هيكلها؟ هو إدماج خريجي المعاهد العليا لتكوين المعلمين في رتبة أستاذ المدارس الابتدائية. كيفاش راي مطلب؟ خريجي المعاهد العليا لتكوين المعلمين هو درسوا بار بليس دو. دونك جاني من هذيك في التصنيف أتروا. يعمل معلم أول أتروا. ثم يرتقي إلى معلم تطبيق أتروا. ثم يرتقي إلى معلم تطبيق أول أتروا. خلي موت أتروا. إذا نحن ماذا قلنا؟ بعد أقدمية معينة هذا الأتروا مش يمشي الأدو. والأدو في الوظيفة العمومية ماذا تساوي؟ أستاذية طبعا. نتحدثوا بالوظيفة العمومية في بلادنا في تونس مش بلاد أخرى. إذا الأدو هي أستاذية. إذا نحن نتقربوا بإدماجها في سجل أساسي. هذا مع العلم أنه يلزم خيانا نفرقوا بين أستاذ حسب الارتقاء المهني وأستاذ حسب الشهادة العلمية. والوزارة أيضا تفرق. طيب يعني لهنا أنتم ما تحبوا أن توليوا رتبة أستاذ. ولذلك حتى الوزارة تفهمت هذا المطلب وقدمت مقترحا 50% منهم في 2015 50% 2016 ثم في رتبة أستاذ فقط. على ثلاث مراحل. على ما قلتي 50% 50% في رتبة أستاذ ثم في رتبة أستاذ فوق رتبة 2017 2018. إذا حتى الوزارة تفهمت هذا المطلب. لكن المقترح نتاعها نقابتنا العامة رآته لم يرتقي بعده إلى ما تريده. إذا ما زالت دفعة أخرى إلى الأمام وبحول الله ستجد التفهم. إذا كان نمشوا للمطلب الثالث وهو انتداب النواب. ما معنى هذا؟ انتداب النواب. الوزارة وللأسف في كل مفتتح سنة دراسية نجد الكثير والكثير من أقسامنا يفتقرون إلى معلمين. سواء كان داخل في وسط المدينة أو في أقصى الريف. وتجد سلطة الإشراف نفسها مضطرة إلى العمل بصيغ هشة في الانتداب. وهو أن نجيب نقول نائب متعاقد تعطيه مبلغ زهيد جدا على أن يقوم للأسف يقوم بمهام مركز شاغل. راهو ماهوش معناها ملام شرع بعد جمعتين ولا بعد عشر. لا 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 نائب نيابة مستسلة. طيب. ولو أن نرجعوا للتاريخ أن وزارة الإشراف المتمثلة في وزارة التربية في فترة معينة قامت بانتداب النواب على ثلاث مراحل. ثم في فترة أخرى قامت بانتداب النواب على ثلاث مراحل. والآن هي في صدد انتداب النواب في المرة الثالثة. عم جاي عنا انتروزيام ترونش. إذن وما زال عنا نواب أخرين. كان مطلبنا واضح. هالنواب تولي عدى معايا عامين أو ثلاث سنوات. نطلب لهم حسب الملفات. ما تقول الوزارة؟ تقول الوزارة الانتداب يخضع إلى المناظرة. نحن قلنا لا نلغي المناظرة وإنما هي عدى معايا عامين وثلاث سنين. حتى ونعدى الأمر نأخذ منه نسبة للانتداب وتبقى نسبة المناظرة. ما زال الباب مغلقا. معناها زميلي إلى عدى معايا ثلاث سنين وأربع سنين وعامين نص تقول له بعد تعطيه 250 ولا 300 بعد تقول له مقترح يرفض. يعتبر معناها متخلف عن المقترح نتاع عامين قبل. أي سي خلص أن السيد الوزير هنا. أنا من الناس الزوز اللي مش تاخذني. ما هي المعايير؟ واحد واثنين سأفترض جدلا رغم أننا نعرفهم مطر هذا. سأفترض جدا أنك اخترت مدرستين. أشنو العائق القدام؟ بعد التقييم. إذا كان التقييم ما أداش إلى الحالة تحبها أنت. معناها وكونا ما صليناش. معناها وكونا ما سمحت شيء. نرجع نطالب به نجي. وإلا أنت تقول على غير. أو المطلب كونفرونتاسيون افيك لا رياليتي ما عطاش نتائج. دونك أخويا أبقى أنت في الوضعية نتاعك. نحن قلنا نحب استقلالية مالية للمدرسة حتى وإن هذا الأمر أنك تعمل جامعة.
لكن سامحني لهنا لقد سبق الوزارة أن أمضت على اتفاقيات سابقة بعد الثورة تمتع بفضل قطاع التعليم الأساسي بنسبة 82 مليار من جملة 200 مليار وقع يعني رصدها من قبل من قبل الوزارة لجميع القطاعات لا يمكن خاصة المطلب الرابع توحيد إطار التدريس والمطلب السادس ما تراش أن هذه المطالب مشكلة ربما فضل مليارات المتحدث عنها لا وجود لها مو بشكل هذي قلتها معناها ما يصرف المدرسة الابتدائية أو المرحلة الأولى للتعليم الأساسي أو مرحلة التعليم الابتدائي بشأن 82 مليار هل هي تصرفا وتجهيزا ولا تصرفا فقط ولا تجهيزا؟ نبدو واحد معناها ما أعطوش أرقام معناها مسيبة خذوا كي نعطوا أرقام نعطوا الوزارة تصرفا كذا كذا مليار وتجهيزا نراه كذا كذا مليار يعني هذا اللي قلت ب 82 مليار سامحني سي هشام من جملة 200 مليار هذا يعني ربما نقول مؤكد هذا مؤكد لا مؤكد أما مرصود لقطاع التعليم الابتدائي تصرفا وتجهيزا ولا تصرفا فقط ولا تجهيزا وما هو المبلغ المعين للتصرف وما هو المبلغ المحدد للتجهيز هو يحطوا النتيجه مع بعضهم ويقدموا كعدد ومن بين الوزاره تكون كذلك دقيقه في اعطاء الارقام من حيث التسميه وليس الارقام مغلوطه ولا لا من حيث التسميه 82 مليار منها تصرفا كذا كذا مليار ومنها كذا كذا تجهيزا وصلت بارك الله فيك تفضل سي رؤوف منذ قليل نتكلم من الاخ سالم زي سالم على الترقيات انا كان معلم اول مثال خريج معهد الاعلى تكوين المعلمين بسوسه توا بس 20 سنه عملت 20 عام اقدميه تلامذه نقري 20 سنه سادسه اول تلامذه قريتهم الدفعه الاولى توا عملهم اساس 132 عام ربما تخرجوا ودخلوا في دومين معناها ميدان العمل وكل شيء ويحتمل هما فاتوني توا في الترقيات علاش 20 سنة خرجت معلم أول توا معلم تطبيق فقط 20 عام ترقي واحد بينما مسالك ميادين أخرى قطاعات أخرى يترقى كل 5 سنين في الوظيفة العمومية كل 5 سنوات يتمتع الموظف بالترقية أو 7 سنوات على أقل أقصى تقدير من 5 إلى 7 سنين مثال نجبد مثلا كوزارة مثال وزارة الداخلية نعرف من الأعوان اللي في التابعين الداخلية شكون خرجت أنا فرد عام انطلقنا فرد سنة نخدم أني معلم هو في الأمن به خلاص تخلوا مع عريف عريف لتنفيذ الاضراب هذا امر موكول الى وزاره الاشراف بس سالم انت كعضو في النقابه العامه يعني في النهايه هل هناك امل في النهايه قبل ان اجيبك لو تسمح اني اذكر بقيه المطالب حتى ما نكونوش معناها ذكرنا بعض مطالب ونسينا المطلب تسويه وضعيه المعلمين الاول حامي بكالوريا زي ثلاثه وقت نقولوا بكالوريا زي ثلاثه ألا يذكرنا هذا انخيار المنظومة التربوية التونسية في منظومة أمد؟ منظومة أمد أليست إجازة؟ إجازة أليست أثنين؟ أثنين أليست أستاذية؟ كنت تبعو التسلسل القانوني نلقى روحي في مطلب قانوني في مطلب قانوني بواجهي فيما يخص احتساب سنوات التعاقد والله كي يضحك في خصوص سنوات العقد في سامحني عفوا سيد سالم لهنا انا شنو انتم 10 مطالب شنو اللي تحقق انا هو المطالب اللي تحققت ولا المطالب ما تحققتش والله نحن مصرون على كل مطالبنا والتفاعل يعني والتفاعل ايجابيا والتفاعل ايجابي لانه نقابتنا العامه ما نتصورش مش ناطق رسمي باسمها انا بحكم اي نقابي ما نتصورش اي نقابتنا العامه مش تقول المطلب هذا وقع تلبيته 100% اذا فسارفع الاضراب الاداري لا أنا سأجي واضح سيسين قلت أن هم المطالب اللي تحقق إن كان 100% ولا 50% أنا هم المطالب اللي بس بجيبك عندما وقع معناها إمضاء مخرج جلسة بين الطرف بين النقابة العامة والوزارة رجعت النقابة العامة إلى الهيئة الإدارية وناقشته وبعد النقاش تبين لهم أن هذه المقررات أو هذا المخرج لا يرتقي إلى أن ينفكوا فكوا ذلك خاف على نظر على أنه التفصيلية هذا وهذا وهذا والتداعيات نعود نرجع لك سي سالم للحديث إجازة الوقت يدهمنا إذا حبيت نقول الصفات اللي يقول أنه حبوا يأخذوا أبنائنا كرهاية حبيت نذكروا أنه يكفي باش تتذكر المعلمين إبان الثورة عندما دعوا بعضهم إلى التدريس أيام الأحد لتدارك ما فات
المعلم هذا اللي دعا للتدريس ايام الاحد هو مش ياخذ ابناء ورهائن؟ الى اي مدى نطلق الاجابه؟ الى اي مدى؟ الى اي مدى ننظر تاريخيا انه ما ثمش اضراب مشى في الماء في كل محطه؟ النقابه العامه وسلطه الاشراف عندهم نقطه وسطى يتفاهموا فيها. اثنين، ماذا حق وراء طالب كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. من بعد اراهن على وطنيه الطرفين، هيكلنا القطاع الوطني ووزاره الاشراف، انها ستصل الى نقطه توافق. تقول لي كيفاش توافق؟ اقول لك المحضر الجلسه هذه اللي بيناتنا اللي منذ 21 مايو، لا اقول انه ما نجمش نقول انه محضر غير جدي، وانما اقول محضرا اخر اكثر جديه سيكون محضر اتفاق ان شاء الله. ان شاء الله. نتوجه لك بسؤال سي هشام، نقول لك ان هنا نتسائلوا اصلاح المنظومه التربويه في تونس الى اي مدى يمكن لنا الحديث عنه في ظل هذا الوضع المتأزم؟ شكرا على هذا السؤال. احنا نعرف ان الحكومه القائمه او الحكومه الحاليه هي حكومه في المده الزمنيه حكومه قصيره العمر، بالتالي لا يمكن لها ان تنجز ولا يمكن ان نحملها ما لا طاقه لها به. وعلى العموم الحديث عن اصلاح منظومه تربويه لابد. طيب سي هشام سامحني نقص على كلامك، معنا اتصال هاتفي. عسلامة، مرحبا. بل قص الاتصال، مش مشكل، نرجع للحديث سي هشام. كما قلت على اساس انه لا يمكن ان نحمل هذه الحكومه ما لا طاقه لها به، الحكومه هذه اتت نتيجه حوار وطني، ستعد لانتخابات وتراجع التعيينات، هل راجعت، انا اطرح سؤال هنا، هل راجعت التعيينات بصلب وزاره التربيه؟ وشكرا. هل ان المنظومه التربويه ككل ناجحه في تونس؟ من وجهة نظر على أساس أنه لابد من تقييم هذه المنظومة التربوية أولا للوقوف على نقاط ضعفها، وإن كانت هناك نقاط إيجابية، ولابد أن يلتقي كافة التونسيين في ظل حكومة منتخبة بعد انتخاب برلمان معناها لحكومة تقوم معناها لها مشروع، وبالتالي تدعو كافة الأطراف السياسية والمجتمع المدني وكافة المنظمات والجمعيات إلى دراسة معمقة وإصلاح النظام التربوي بصفة عامة. شكرا لك سي هشام. لهنا نصل لك سي سينم، انت كعضو في النقابه العامه للتعليم الاساسيه للتعليم الاساسي، هل يمكن ان تتنازلوا على بعض المطالب لحفظ ماء الوجه في نهايه الامر وايجاد منفذ للخروج بالوضع من عنق الزجاجه؟ والله اقول ما قاله السيد جمودي مصوري البارحه الاولى، فان النقابه العامه مستعده اقول ما قاله الكاتب العام الجمودي المصوري، ان النقابه العامه مستعده للتفاعل ايجابيا مع كل مقترح جديد. كيف فسر لنا؟ يعني ما كنتمش انتم مصرين، هل يمكن تنازلوا على بعض المطالب ولا؟ هذه مطالبنا. وقلنا ان قطاعنا المبثل في الهيكل النقابه العامه مستعده للتفاعل ايجابيا مع كل مقترح ايجابي. ونحن نثق في نقابتنا العام. طيب سي رؤوف، نسالك نقول لك، هل ان هذه المطالب المعلنه من خلال اللائحه المهنيه مطالب تمس فعلا المعلمين بشكل مباشر، وهل يمكن تحقيقها حسب رايك يعني دفعه واحده؟ شوف المطالب في اللائحه المهنيه تاعنا 11 مطلب، وهذه المطالب ليس كلها جديده، بل فيها القديم وفيها الجديد، فيها القديم ما قبل الثوره ايضا. وهي في جملة ليست مطالب تعجيزية، بل في متناول وليس مادية كلها. فيها البيداغوجي، فيها الإداري، فيها البنية التحتية في مغلب كريكا، فيها المادي، فيها ترقيات. إذا في عند أثر موافقة على هذه المطالب، في ذلك تحسين للمردود التربوي، تحسين الوضع بالمؤسسة التربوية. نقول تحسين الوضع معناها لصالح التلميذ، ليس لصالح الجانب المعلم فقط. المعتمد باش يحيط به وضع جيد في المدرسه، فيها من ناحيه الوضع في قسمه في علاقه بالمدير بالمعلم في
كما كان يحكي السلام تو نطبع في جل المجلات فما تحسين الوضعية التربوية. كما قال الأخ الزميل سيسال الأطرش حكى على المنحة وحكى على الوضع المادي وكل. احنا عندنا منحة العودة المدرسية ما بين المعلم في بداية كل سنة دراسية. تتمثل في 180 دينار. ماذا تساوي 180؟ شنو قيمة 180 دينار؟ عندي السنة كاملة 9 شهور في 180 دينار معناها الشهر 20 دينار مثلا. المعلم يتجاوز أضعاف وأضعاف هذه القيمة المالية. ينفق من جيبه على متعلميه. جيب لي توا موظف تونسي معناها في الوزارات كلها سواء داخلية، فلاحة، ديوانة، صحة، وزارة النقل، المالية، كل تونس كاملة، أنا هو الموظف اللي يخرج دينار أبيض من جيبه. ينفق على مهنته. الوحيد هو المعلم. جيب لي موظف يشتغل في إدارته في الإدارة تاعه ويروح داره ويعاود كامل يخدم. كيف كيف فما كاين معلم. هو اللي يصلح كراسات، هو اللي يحضر امتحانات، هو اللي يعمل الدعم والعلاج، هو اللي يعمل التقييم ويحضر وضعياته، يخدم ليل ونهار باش يصلح وضعية مستوى المتعلمين. استدفهم ويحلى الكلام